صلى الله وبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحسن التقدير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في شرح مكروهات الصلاة. قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: وكره حق جسد لغير ضرورة. كره حق الجسد لغير ضرورة إن قل، وجاز لها أي جاز للضرورة والكثير مبطل. يعني يكره الإنسان يعني يهرش لغير ضرورة. يعني بعض الناس سبحان الله يعني قبل أن يدخل في الصلاة تراه ساكنا، يعني بين الأذان والإقامة يقس هكذا ولا يتحرك، بمجرد الدخول في الصلاة ويبدأ يتحرك، يعني يعمل كده من غير حاجة، هذا غريب. أو إيه مثلا مفيش حاجة يعني لدغت ولا يعني ولا شيء ولا ناموس ولا شيء، لكن الشيطان قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يريد أن يبطل الصلاة بأي طريقة. ويا ريت مرة مكروه، يعني لو عمل كده مرة وسكت خلاص، لكن المشكلة إنه بيشتغل بدل اتنين، يعني لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ويعني اقف كده انظر، الواحد بيصلي ركعتين لله تعالى نافلة، تجد ايه الحركات، يعني ممكن تعد له 15 حركة في الركعتين، مش هقول خمسة، لا 15 حركة. وده كله ده جاي من عدم حضور مجالس العلم، من عدم حضور مجالس العلم. هو لا يعرف ان هذه الاشياء مبطله للصلاه، ولذلك العلماء قالوا لا بد ان يتلقى المسلم صفه الصلاه وهيئه الصلاه في مجالس العلم، لازم، لانه اذا لم يتلقاها في مجالس العلم فكيف يتعلم الصلاه؟ ينظر مثلا إلى غيره جاهل يقلد جاهلا، ما هو ينظر إلى جاهل فيقلد، يظن أنه هو إيه؟ أنه رفع اليدين وتعديل العلم وتعديل السوق كل ده جائز، وهو الأكبر مني عمل وهكذا. يعني الناس يقلد بعضهم بعضا في الخطأ. طب يبيت الواحد، يعني حد بيسال عليه ولا بيطق الباب يكبر ولا غصب، يعني اكبر بالتكبير؟ ايوه هنقول كده، موجود كل الكلام ده، هذا موجود. فهنا حك الجسد لو حك لضروره او غير ضروره، الحك القليل يعني حك مره او مرتين لضروره او غير ضروره هذا مكروه، لكن إن كسر أبطل الصلاة، لأن دخل في الأفعال الكثيرة كما سيأتي في المبتلات. وكلها بكثرة أفعال هي الخارجة عن الصلاة، ولذلك الشكر والكثير مبطل، الكثير مبطل، يعني القليل جائز للضرورة ويكره لغير الضرورة، والكثير مبطل لضرورة أو لغيرها. ولذلك مثلا في صلاة الفجر يبقى الذباب مال المساجد، يبقى هنا العلاج ان احنا لما نيجي نصلي نخلي لمبة واحدة بس في آخر المسجد وباقي
الصلاه، وان الذباب ده بيبطل معظم صلاه الناس. ليه؟ الهش ده اللي هو ايه؟ يفضل ايش؟ الناموس شويه والذباب شويه، وخرج من الصلاه ولم يكتب له منها شيء. المشكله الامام ابو حامد الغزالي في كتاب الصلاه كما درسنا قال: مما حملني على انني اتحمل يعني الذباب يقع على وجهي وانا اصلي ولا اهشه، انني رايت الظلمة يصبرون على ضرب السياط، يصبرون على ضرب السياط ولا يتحركون حتى لا يقال انهم ضعيف او خائف. سبحان الله، يعني الظالم يصبر على ضرب السياط واحنا مش قادرين نصبر على الزباب، مش سبحان الله. يعني ايه مثلا لغه الناموس هتعمل لك ايه؟ ولا الذباب هيعمل لك ايه؟ انت هشيت مره مثلا والثانيه، لكن خلاص بعد كده عليه ده بيفضل ده كل ركعه فيها 10 مرات هكذا. لا هات منش المره انت عمده ها؟ هات منش ونش نعم ولو نفخ المجال مثلا احيانا مثلا ينفخ تيجي على انفه ويروح نافخ عشان يطيح، والنفخ مبطل السلام. ما هو طبعا ما عندوش علم يعمل اي شيء، حركات كثيره ينفخ. كل هذه الامور النفخه لو واحده نعم النفخه لو واحده تبطل الصلاه ولا ايوه النفخ مبطل كما سياتي، النفخ عمدا مبطل للصلاه وسهوا فيه السجود بعد السلام، سياتي هذا الكلام. ولو دخلت الناموسة خارج دي ضرورة خارج، لو دخلت في الأذن مش يقدر يتحملها، لو دخلت في الأنف ما يقدرش يتحملها، فهذه الضرورة اللي بيقول عليها الشيخ. يعني لو أخرجها بنفسه النفخ بالأنف ما يبطلش الصلاة، ما يبطلش الصلاة فغصب عنه هو طبعا لو بد عشان دي تشغله شغل شديد. هذا جائز للضرورة. واللي عنده رجع في مناخيره ولا ذنوب نعم. اللي عنده رجع في مناخيره لا برضه ما ينفعش طبعا ان هو يمسك منديل وكل شويه يمسح الرشح، لا ما ينفعش. يعني هو ممكن لو عنده مثلا رشح ممكن يضع مثلا قطنه في الانف ويتنفس من الفم. هذا الحل. لكن ما ينفعش كل شويه ايه؟ نعم. يمسح الرشح. افعال كثيره. والضروره ممكن ان احنا نتغلب عليها بوضع ايه؟ القطن. نحط القطن يمنع الرشح ويتنفس من الفم. هو طبيعي المسكوم بيتنفس من الفم طبيعي. يعني هو لما يكون مسكوم الانسان النفس غير خالص اصلا. وكره تبسم قل اختيار والكثير مبطل ولو اضطرار. التبسم، التبسم هو ايه؟ اظهار الاسنان من غير صوت. الضحك يكون بصوت اللي هي القهقه، معروف زي الحشاشين زي ما انت عارف. فالقهقه دي كلام، يعني كالكلام بالضبط. لكن التبسم مكروه، لكن ان كسر يعني واحد كباله بيضحك فهو من طول من اول السلام من اول الركعه لاخرها او من اول الصلاه لاخرها وهو ايه؟ متبسم. يبقى قال الشيخ هنا ايه؟ هذا مبطل ولو اضطرار، لانه المفروض لا يقف في مكان فيه ضحك، يعني ما يشغلش واحد شريط ألف نكتة ونكتة ويبقى في سنة. ها؟ لأن طبعا إيه؟ يعني هيتبسم وبعدين يضحك.
حتى إلا بيضحك هيظل طول الصلاة إيه؟ وهو متبسم لأن الكلام المسموع إيه؟ مضحك يعني هو مضطر المضحك يبقى المفروض ما يصليش في هذا المكان لأن الكسرة تبطل الإيه؟ إنما تبسم مرة أو مرتين مرة في الركعة ومرة في ركعة تانية هذا مكروه وكره وانت سألت عن الإنصات الإنصات للحاجة يعني واحد مثلا يعني بيخبر بشيء فأنصت قليلا حتى يسمع الخبر قال فهذا جائز يعني ليس مكروه الأشياء الجائزة في أمور جائزة في الصلاة سوف تأتي. نعم. يعني يجوز إنه لو إنسان أنصت يسمع خبر نجاح خبر وفاة مثلاً. منافع. فلو أنصت مقدار يعني مقدار قليل يعني ربع دقيقة مثلاً أو نصف دقيقة هذا أي جائز من الأشياء الجائزة. وبرضه حكاية إيه؟ واحد طرق الباب كل في الأشياء الجائزة بعد بعض المبطلات الجائزات سوف تأتي لو واحد مثلا طرق الباب فأنا عليت صوتي بالقراءة حتى ولو سرا أعلي صوتي بالآية ليسمع إيه؟ ليسمع الطارق أو أقول سبحان الله لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح يعني إذا عرض لك شيء وأنت تصلي تسبح حتى تعرف الشخص أنك تصلي أو مثلا طارق طرق الباب فأنا الباب في القبلة فأنا مشيت وفتحت الباب عشان يدخل هذا فعل يسير وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد في عند ابي داود وغيره ان السيده عائشه قالت يعني طرقت الباب والباب مغلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى حتى فتح لي الباب ثم رجع الى المسلم صلى الله عليه وسلم هذا جائز يعني ليس من المكروهات هذا الشيء يعني في امور جائزه ان شاء الله بعد درس المبتدئ من ضمن المكروهات قال الشيخ وكره ترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة وحرم ترك المؤكد وسيأتي طبعا ايه في السهو يكره ترك سنة خفيفة مثلا يركع بدون تكبير او يقول سمع الله يعني يقوم ساكتا يرفع من الركوع ساكتا او ينزل الى الركوع ساكتا او يرفع من السجود ساكتا ترك ايه تكبيره واحده لكن تكبيرتان يعني يعتبر حرام يعني في السهو يعني هما سنتان مؤكدتان طبعا يسجد لهم ذلك الحرم ترك المؤكد كتكبيرتين وتسميعتين او ثلاث تكبيرات او ثلاث تسميعات طبعا حرام ترك هذه الاشياء او ترك مثلا التشهد يعني جلس للتشهد ولم يقرا التشهد كل ده مكروه طبعا لا احد يفعل هذا لكن نص العلماء على ذلك وحرم ترك المؤكد يعني مثلا واحد بيصلي الظهر وحده او يصلي العصر وحده فيصلي مثلا بالفاتحه فقط ويترك السوره عمدا طبعا ده هذا حرام يعني اذا تركها عمدا اسد واذا تركها سهوا سجد قبل السلام والا بس بطلت
لأن لأنه دخل على الترك فيأثم لترك السنة، لكن لا تبطل الصلاة. يعني فرق بين الترك سهوا والترك عمدا، السنة بالذات. يعني لو ترك سنة أو سنتين عمدا حرم عليه ذلك، لكن سهوا يسجد قبل السلام. والصلاة صحيحة في كلتا الحالتين. قال وسيأتي في السهو يعني ترك السنن المؤكدة. أما ترك المستحبات أو السنن الخفيفة لا سجود فيها ويكره تركها. وكره سورة أو آية أي قراءتها في أخيرتيه، أي في الركعتين الأخيرتين. عندنا في المالكية هذا حكم خاص بالمالكية، يقرأ أن يقرأ في الثالثة في المغرب مثلا أو الثالثة والرابعة في العصر والظهر والعشاء، يقرأ أن يقرأ الصلاة كلها بسورة، هذا مكروه عندنا في المالكية. لكن عند غيرنا يعني في مذهب أحمد والشافعي قالوا يستحب أحياناً أن يصلي الأربع ركعات بأربع سور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله أحياناً، يعني كان أحياناً يفعل ذلك. وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا علي رضي الله عنهما كانا يصليان دائماً الصلاة بأربع سور. ولذلك كما سيأتي في سجود السهو لو الإنسان نسي وقرأ سورة في الركعة الثالثة أو الرابعة لا سجود عليه، برضو مراعاة لأنها وردت في السنة فعلها الصحابة، ما نقولش إنها زيادة لا. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معظم أحيانه كان يصلي في الأوليين بسورة وفي الأخريين بفاتحة فقط. نحن عندنا يعني اتباع لأغلب أحواله صلى الله عليه وسلم. أي معرفة الخلاف دي مهمة، علشان إيه؟ لما تسمع واحد بيفتي ما تخطئوش، بدك عارف إيه الحكم. وكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو إمامه فجلس بعد الثالثة أو سلم من اثنتين أو بغير الصلاة كمنع مار بين يديه أو تنبيه على أمر ما. والشأن المطلوب شرعا لمن نابه وهو يصلي التسبيح بأن يقول سبحان الله. التصفير هو يعني ضرب الكف بالكف هكذا، ده اسمه ايه؟ التصفير، ويقال له التصفيح، يقال التصفير والتصفيح. هذا مكروه في الصلاة، لكن حتى إذا كان لحاجة في الصلاة، يعني مثلا سهى الإمام يبقى نقول له سبحان الله ولا نصف، لأن الصحابة لما صفقوا في قصة سيدنا أبو بكر في البخاري لما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، يعني خرج سيدنا أبو بكر وصلى بالناس، فخرج صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي، فالناس طبعا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صفه، وكان سيدنا أبو بكر لا يلتفت وهو يصلي، فأكثروا التصفية يعني عنه، أكثروا يعني كان صفق اثنين ثلاثة، لا ده إيه معظم الصحابة صفه.
فالتفت سيدنا أبو بكر فإيه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم التفت برأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أثبت أبا بكر، أثبت يعني أثبت مكانك. سيدنا أبو بكر طبعا قدم الأدب على الامتثال ورجع، فدخل صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، وكان صوته خفيضا لا يسمع الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يسمع الناس خلفه، هو التبليغ يعني صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. إنما التصفيق للنساء، يعني إنما التصفيق من شأن النساء، ده تفسير المالكية. فالرجل والمرأة عندنا في المالكية يسبحان، يقولان سبحانه، لأن صوت المرأة ليس له، لكن عند غيرنا المرأة تصفق والرجل يسبح عند التنبيه على خطأ في الصلاة، أن يقول سبحانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر: وأنت يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني ما أمرتك أن تكمل الصلاة. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الأدب على امتثال الأمر، قدم الأدب على امتثال الأمر، وده دليل للإمام الشافعي رضي الله عنه في زيادة كلمة سيدنا في التشهد، في الصلاة على النبي في التشهد. قال احنا نقدم، هو قال قول اللهم صل على محمد، لكن احنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد. الإمام الشافعي قال يستحب زيادة لفظ سيدنا تأدبا مع اسمه صلى الله عليه وسلم، تقديما للأدب على الامتثال. المالكية قالوا لا، نقولها كما وردت، نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن السيادة فيها سر، كما قال الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري المالكي الأزهري، قال: واعلم أن في السيادة سرا لمن واظب على تلك العبادة. عبادة إيه؟ التعظيم والتوقير والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى أن الله قال: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتعزير والتوقير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا بكرة أصيلا راجع للمولى تبارك وتعالى. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع نور الذي انزل على اولئك، فده من ضمن التعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامام حينما يسهو يقال له سبحان الله، يعني جلس بعد الثالثه ما تقولوش قوم، لا يقول له ايه سبحان الله، فان لم يفهم كلمه، يعني قلنا له سبحان الله مش فاهم، نقول له قم الى الرابعه او هذه الثالثه. فالكلام هنا جائز من ضمن الاشياء التي ستاتي في الجواز، يجوز الكلام لاصلاح الصلاه، كما حدث مع ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: بعض ذلك قد كان صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم و
وصلى ركعتين وسجد بعد أن سلم صلى الله عليه وسلم. فجلس بعد الثالثة أو سلم من اثنتين أو بغير الصلاة، يعني أمر يتعلق بغير الصلاة كمنع المار بين يديه، يعني واحد مثلا هيمر بين يديه فمنعه فلم يمتنع يقول سبحان الله، ممكن لو ما مدش لي يقول سبحان الله ليمتنع. الشيخ بيقول كمنع مار، يعني امر يتعلق بالصلاه او يتعلق بغير الصلاه كمنع الايه المار بين يدي المصلي، او تنبيه على امر ما، يعني انت مثلا عيل هيمسك الكهرباء أو عيل هيشرب مثلا دواء أو هيفعل أي شيء، فأمه مش واخدة بالها مثلا تقول سبحان الله علشان إيه؟ تتنبه لهذا العيل. أو واحد طارق للباب مش عارف إنك تبصر، فهو بيضرب الجرس أو بيخطط خط شديد، فأنت تقول إيه؟ سبحان الله، أو تجهر بالتكبير، أو تجهر بالتكبير. وممكن لو أنت تقرأ في الفاتحة مثلا وخلصت الفاتحة وعايزه هو يدخل، يبقى تبدأ تقول إيه؟ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. جاهز. أو واحد طالب بيصلي وجنبيه كتاب وقال له فين الكتاب؟ يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول له ده جاهز. بس إيه ما ينتقلش من القراءة بالآية، لا يبدأ بها بعد الفاتحة. نعم. يبدأ فيها بعد الفاتحة. نعم. بس أهم حاجة يكون إيه؟ يعني جهاز الإرسال قوي، جهاز الاستقبال قوي، لكن لو ده جاهل وده جاهل هيبدو الصلاة. زي واحد كان بيصلي العصر، دي حدثت فعلا، الله أكبر وبدأ يقرأ بجهر، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واحد قال بسر هو قال ايه؟ اللي قال سر صلاة البطل. عشان هذا ولا الإمام فاهم ولا اللي وراه فاهم. فتم يقول سبحان الله ودوك هيفهم راح يضيع الصلاة كلها، ما كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم. يعني أنت اللي صلاتك صحيحة؟ كان اللي قال سر صلاة البطل. بس هي يعني انت صلاتك ايه؟ فالشيخ هنا قال يبقى اذا التسبيح جائز، جائز لحاجة تتعلق بالصلاة او لحاجة تتعلق بغير الصلاة كمرور الايه؟ المار، يعني يقول له سبحان الله، خاصة لو كان المار أعمى واقترب منك هيعدي قدامك، فأنت تقول له إيه؟ سبحان الله، أو تجهر بتكبير أو تجهر بآية، أو تقول سبحان الله، أو لتنبيه أي أمر يعني لا يحتمل التأخير. زي واحد أعمى يقع مثلا في بئر أو في حفرة، أو صغير مثلا يمسك الإيه؟ الكهرباء مثلا، لابد إيه؟ لابد من التنبيه وجوبا بالتسبيح أو بالكلام أو بقطع الصلاة. لما يبقى فيه ضرر يبقى يجب القطع، ما تقولش هذا مالي مثلا. لا، لأنه طبعا
يعني حفظ النفس ده واجب من الكليات الخمس، تقطع له السلام سواء كان امر يتعلق بك او بغيرك، لا فرق بين هذا وهذا. والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي التسبيح بان يقول سبحان الله، لكن الكلام لاصلاح الصلاه ممنوع كما سياتي، ممنوع قبل التسبيح. يعني رقم واحد التسبيح للامام، فان لم يفعل كلمه، لكن لو بدا بالكلام يعني جلس بعد السادسه او قام مثلا للخامسه ما يقولوش ايه قم الى الرابع من غير ما يسبح، لا، او اجلس هذه الخامسه، لا، لو بدا بالكلام تبطل. الشيخ قال لابد ان يقول سبحان الله، فان لم يفهم كلمه. الشيخ الصوفي الحاجب يقول فان كلمه قبل ان يسبح بطلت الصلاه. خلي بالك. بعد ان انتهى الشيخ من المكروهات قال ولما فرغ من الكلام على الفرائض، فرائض الصلاه وسننها ومندوباتها ومكروهاتها، شرع في بيان مبتلاتها فقال وبطلت برفضه وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحه، وإلا فبكثير وتصويت ونفخ وقيق وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال. خلي بالك طبعا الفرائض والمبطلات دي أهم حاجة، لأن ما ينقص من الفرائض مبطل، وما يحدث من المبطلات مبطل، فهذان الأمران يجب معرفتهم. أما للسنن والمندوبات والمستحبات والجائزات حتى لو جهلتها لا شيء عليها، لكن الفرض ده يبطل الصلاة. والمبطل كما هو من اسمه مبطل، يعني إن فعلته وأنت تصلي فالصلاة باطلة. فالذي لا يعرف المبطلات تبطل منه الصلاة وهو لا يدري، والجاهل لا يعذر بجهله. خلي بالك، يعني واحد يقول لك ايه يا عم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعد واصلح فانه في الرحمه. نعم، ده اللي يعمل سوءا، لكن الصلاه دي فريضه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فأنت لم تتلقى هيئة الصلاة كما هي في السنة حتى تقول إيه؟ إن أنا مش عارف. لا، أنت تتلقى هيئات الصلاة وتعرف المبطلات وتعرف الفرائض، هذا أمر لا بد منه. يعني الصحابة نفعوا الإخلاص، مسيء في السنة نفعه؟ طب نفع الجهل؟ ما نفعوش. لما أساء في الصلاة ولم يطمئن ولم يعتدل رده ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما اعترف بالجهل وقال لا أحسن غير رحمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا أحسن، فأجلسه صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن
ثم اركع حتى تطمئن عليك، ثم ارفع حتى تطمئن رفعك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدك، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ده الاساس، اساس ان الجاهل لا يعذر بجاهله. بعض الناس يقول لك القبول على الله، اما انت جاهل. لما كان القبول على الله ساعه ما كان ايه الراجل ده بيصدق، ما قالوش ان هو صار قبول على الله، اتوقع على الله ربنا يقبل منك ان شاء الله. هذا تهيج بالله عليك، لو هو يعمل يعني مشروع شركه زراعيه ولا صناعيه ولا اي شركه اي شيء دنيوي، يسال كم واحد قبل ما يخش في المشروع ودراسه الجدوى، ياخذ شهر واثنين لما يتقن هذا الشيء حتى ما يخش فيه. يرضى يخش كده على طول يطلع فلوسه كده ويقول اشتغل كده يلا مشروع كده خلاص على كده ينفع؟ ما ينفعش. لا احسن نخسر. طب انت لو دخلت في الصلاه وانت مش عارف الطهاره ولا الاستبرار ولا الاستنجاء ولا الوضوء ولا الغسل ولا ما يجب في الصلاه ولا ما يبطلها، لا شك انها تكون باطله. لا شك، لا شك. اقل شيء الاستبراص بيتبول ويقوم الباقي في المجرى الكل ينزل على الثياب وهو يتوضا ويخش في الصلاه ويظن انه ايه؟ صلى وصلاه صحيحه وصلاته باطله. دي ادنى ادنى شيء يعني. فهنا شوف الشيخ بيقول: ولما فرغ من الكلام على فرائض الصلاه وسننها ومندوباتها ومكروهاتها شرع في بيان مبطلاتها. يعني الفعل الذي يبطل الصلاة، ومعنى الإبطال يعني أنه لا ثواب له فيها لإبطال الفعل، وأنه يجب عليه أن يعيدها، يعيدها أبدا. يعني لو واحد فعل شيء من الإبطلات وجاء سأل عنه بعد 10 سنين نقول له ايه عليك صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة المغرب، صلاة لو هو بيفعل ذلك في صلواته كلها 10 سنين او 40 سنة نقول له ايه؟ تعيد ما مضى. ما مضى من الصلاة يعاد. وإن أدركك الموت الله أولى بقبول العسر. إذا حق الله فإن شاء يعني عفى عنه وان شاء عزبه. ولا يسال عما يفعل. هيخش تحت ايه؟ ان الله لا يغفر المشركين ويغفر لمن يشاء. دخلت تحت المشيئه والمغفره هيغفر. ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه. لان الله قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالجاهل لا يعذر بجهل. وبطلت الصلاة برفضها، أي بنية إبطالها وإلغاء ما فعله منها. خلي بالك، يعني أحيانا واحد طبعا دي الصلاة والوضوء يشتركان والصوم كذلك يشتركان في موضوع الرفض ده. وإيه معنى رفض النية ده؟ يعني مثلا واحد بيبدأ بالوضوء مثلا قاعد يتوضا حس بخروج ريح جاي فنوى انه يخرج الريح، يبقى نوى ايه؟ ابطال الوضوء، ابطال ما فعل. يعني هو ايه؟ غسل ايديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وبعدين حس ان الريح جاي فانتظر ايه؟ يخرج الريح ونوى انه يعيد الوضوء من تاني.
ما خرجش البيت. نعم. يبقى كده الوضوء ايه؟ باطل. ليه؟ لرفض النية. رفض نية الوضوء. افتح عليه. أو لو واحد ما حطش ملابس العلم، ملابس العلم زي كده. يكمل وضوء. يقول لك انا ما خرجش مني دي. لكن ده رفض النية ده مبطل النية ركن من اركان الوضوء والصلاة والصوم. واحد قال له انت صايم؟ قال له لا انا مش صايم. ده رفض كده. انا مش صايم. او قال ابطلت صوم. بطل الصوم. وعليه القضاء والكفارة. هذا رفض النية. كذلك وهو يصلي. هو بيصلي ف يعني شك في هل كبر تكبيرة الإحرام أو لا. فلم يكبر. لم يكبر. وأتم الصلاة. العلماء يقولوا الذمة عاملة لا تبرأ إلا بيقين. لا تبرأ. المفروض أول ما يشك في تكبيرة الإحرام كبر أو لا يكبر. نوى أو لا. يا ترى أنا نويت أصلي العشاء ولا ما نويتش؟ أنا دخلت كده بسرعة وما استحضرتش النية. يبقى فقط ركن وهو إيه؟ النية. زي ما فقط ركن تكبيرة الإحرام والشك فيها كذلك إذا شك في النية بطلت إيه؟ الصلاة. يبقى يبدأ حتى لو كان في الركعة الأخيرة ولا كمان يكبر وكأنه أدرك الإيه؟ الرابعة. والثلاثة ما مضى منها باطل. أو طرأ في قلبه أنه لا يصلي. يعني زي رفض الصوم. ما هي السنية باطنها القلب ورفضها يكون بإيه؟ بالقلب. وإن قال باللسان يبقى وطأ اللسان القلب. فالمهم إن إيه؟ رفض النية يبطل الصلاة والصوم والإيه؟ والوضوء والغسل. سواء قال بلسانه أو قالها بقلبه، يعني رفض الصلاة، رفض الصوم، رفض الغسل، رفض الوضوء، فهو أبطل الصلاة. سواء بالقلب أو باللسان. مجرد الانتظار يعتبر نعم. ما نواش. ما نواش في طالب الوضوء، انتظر بس. أيوه. ما هو انتظار الريح نفسه يعتبر قائم مقام رفض النية. رفض ما مضى من فعل الوضوء. لو حصل عيب. لا مجرد الانتظار. العلماء قالوا يعني لو انتظر الريح بطلت ايه؟ بطلت النية. لا بطلت النية. نتكلم على رفض النية نفسها. بطلت نية الوضوء. لأن معناها إن هو هيعيد من الأول. هيعيد من الأول. هذه أمور دقيقة جدا والإنسان يعني بيستصغر في نظره بيستهين بيها. وبطلت الصلاة برفضها أي بنية إبطالها وإلغاء ما فعله منها. فانتظار الريح يلغي إيه؟ يلغي ما مضى من الوضوء. مش كده ولا إيه؟ بيلغيه. لأنه إيه؟ أن يعيده من الأول. من أول إيه؟ ركن. وبتعمد ركن ترك ركن من اركانها المتقدمه. طبعا التعمد ده لا يفعله الا يعني في الاركان بالذات الا المستهتر والمستهين والمستهزئ بالصلاه.
اللي هو يخش الصلاة مثلا بدون تكبيرة الإحرام أو بدون نية. بس خلي بالك ترك النية ده يترك بجهل وعدم استحضار. يعني اللي جاي من بره سريع يلاقي ان هو راكب الله اكبر من غير ما يستحضر يعني نية الصلاة اللي داخلها هو. والمفروض ما يخشش بالطريقة دي، يخش كده الله اكبر. لا، لازم يقف يعني خمس ثواني بس، خمس ثواني عشان ينمي صلاة العشاء في ايه؟ في جماعة. لازم ينوي ايه؟ المأمومية لازم، عشان في فرق بين الإمام والفذ والمأموم. طب ايه اللي يميز بين التلاتة؟ النية. ما هي النية شرعت لتمييز العادات عن العبادات ولتمييز العبادات عن بعضها. انت داخل ايه؟ جماعة ولا فس ولا إمام؟ ده بيخش الله استحضر ايه؟ ولا حاجة. استحضر يسلم بس. لكن لابد انه ايه؟ نية الجماعة ونية المأمومية. دول لابد منهم. واخد بالك؟ ونية الصلاة، ذات الصلاة، ذات الصلاة. ونية الصفة هي الأداء مش قضاء. لو اختلف مع الإمام في القضاء ده أداء وده ما ينفعش، لابد من الاتحاد النية. يعني يصلي العشاء أداء جماعة الله، ده المطلوب. لا، في فاصل كبير. النية تخرج من البيت على ما يجي هنا. النية قصد الشيء مقترنا بفعله. لكن النية الفاصل البسيط، لو انت مثلا قاعد في اخر المسجد وناوي صلاة العشاء، كونك مشيت من اخر المسجد الى الصف الاول ده فاصل يسير. لكن انت خارج من البيت، يعني بتخرج، ممكن واحد يكلمك في الطريق، لسه هتخلع النعم، لسه هتخش المسجد، ده فاصل طويل، فاصل بين النية والتكبير. احنا عايزين النية حتى في الغسل عند أول مفعول، النية في الوضوء عند أول مفعول، يعني أول ما تبدأ تنوي الوضوء، رفع الحدث، رفع الحدث الأكبر عند غسل الفرج، وأول إيه؟ مفعول في الغسل، أول مفعول في الوضوء غسل اليدين، تنوي الوضوء عند تكبيرة الإحرام، مش هي أول مفعول؟ طيب، قصد الشيء إيه؟ مقترنا بفعله. اللي هو يسموه استحضار النية، استحضار النية. وبعدين أنت داخل تصلي جماعة، مش هتصلي لوحدك، لأنك أنت لو هتصلي فس بتدين الصلاة لنفسك. لكن في الجماعة يكفي إقامة إيه؟ واحد. يعني سنة كفاية، كفائية، سنة كفائية، يعني أقام واحد يكفي على كل اللي في المسجد. لكن في الفس لازم يتم نفسه. يعني فس له أحكام، وفي الجماعة لها أحكام، والإمام له أحكام. فخلوا بالكم من المقتلات دي جدا جدا. وبتعمد ترك ركن من أركانها المتقدمة، وكذلك بتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود بخلاف زيادة ركن قولي. وأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، وبقية الأركان فعلية.
إلا أنه لا يتأتى زيادة مجرد اعتدال أو طمأنينة أو مجرد قيام بتكبيرة الإحرام أو فاتحة، فرجع الأمر إلى زيادة الركوع أو السجود، ويلزم منها زيادة رفع، يعني كأنه يعني ركعة ورفع، زاد ركنين. وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس، لأن الجلوس يعتبر ركن. ويعني طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل كثير، فنترك إن شاء الله للدرس القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.